جزاكم الله خيرا. هل يجب على الإنسان أن يكون متوضئا عندما يقرأ الأحاديث؟ مستحب أن يكون على وضوء إذا أراد أن يذكر الله عز وجل أو يقرأ الأحاديث، هذا من المستحبات، لأن هذا عبادة، لأن قراءة الحديث والذكر عبادة، والعبادة يستحب لها الطهارة أو تجب لها إذا كان هذا من العبادات التي تجب لها الطهارة. أما ما لا تجب له الطهارة فإنه يستحب له الطهارة، ومن ذلك قراءة الأحاديث النبوية. نعم.